Hello everyone, in a new video on your channel Suma English Teacher. Today we have a new lesson of 4th AM, the comparative of superiority. اهلا بكم تلاميذي الاعزاء. اليوم عندنا درس لسنوات الرابعة المتوسط اللي هو the comparative of superiority. احنا في سنوات الرابعة عندنا مبرمج في المقطع الاول The Comparative of Equality اللي كنا درناها، اللي مازال ما شاهدش الفيديو دجا درناه يقدر يلقاه في القناة. And The Comparative of Superiority رايحين نشرحه وش معناتها The Comparative of Superiority. Comparative of Superiority I use the Comparative of Superiority to compare. What does mean compare? It means نقارن، باش نقارن. Two objects باش نقارن زوج أشياء. Persons باش نقارن شخصين، يعني دايما اثنين، المقارنة فيها اثنين. زوج أشياء، زوج أشخاص، two animals ولا زوج حيوانات. In which one term compared is superior to another، يعني وهنا كي نكومبارو دايما يكون واحد خيمر الآخر. مثلا نقول أمين is taller than كريم، هنا راني نقصد انه امين اطول من كريم. لينا is and more intelligent than امينة، هنا راني نقصد انه لينا اكثر ذكاء ولا ذكية اكثر من لينا من امينة. هنا دايما كي نكون نفضل، يعني المقارنة بالافضلية، افضل من، ولكن بين زوج أشخاص، بين زوج حيوانات، بين زوج أشياء. هذا هو المقارنة ولا the comparative of superiority. نروح الآن لا فورم ولا لل، يعني كيفاش يكون الشكل تاعها. احنا الكومباراتيف كيما درنا، درت لكم هنايا جدول باش تقدروا تميزوا بيناتهم. الو comparative of superiority ولكن مع short adjective. تقولوا لي وش معناتها short adjective؟ short adjective هي adjective اللي تكون ولا الصفة اللي يكون فيها one syllable. وش معناتها one syllable؟ باش تتوضح لكم أكثر الفكرة حاولت أنه نديرها فيها هذه stick note باش تفهموا وش معناتها short adjective، وش معناتها long adjective، ولا معني وش معناتها الصفة طويلة وش معناتها الصفة القصيرة. الصفة الطويلة ولا one syllable يعني فيها one syllable هي short adjective، يعني الصفة القصيرة. هنا كي يكون عندكم consonant، h هو consonant، i هو vowel، و gh هما consonants. يعني كي يكون عندي في الكلمة vowel، هنا في وسط الكلمة كي يكون عندي vowel ديجا هذا راهو syllable، هذا اسمه syllable. consonant vowel is a syllable. consonant consonant vowel is a syllable. يعني هنا كيفاش، يعني الفاول هو اللي حدد لنا syllable، غير سيبو في الكلمة تاعكم one vowel خلاص ثم هذاك هو syllable. هنا شحال عندنا من vowel؟ عندنا زوج ها بي، وراه الفاول ها هو اي هو vowel، واي فاول، الوغ هذا سيلابول وهذا سيلابول. في نص هذا فاول وهنا فاول، لا تو فاولز، هذا ديجا راهو تو سيلابولز. يعني الفاول هو اللي حدد لنا اسكو هذا هذه الكلمه فيها سيلابول، هي سيلابول ولا ماهيش سيلابول. وان دو فول three syllables، شوفوا او اي اند يو. exciting exciting، شوف 1 2 3، هم 3 syllables. وعلاش؟ باسكو عندنا 3 vowels. ان شاء الله تكونوا فهمتوها. برك نقدروا نروحوا للكلمات تاعنا. شوف كي يكون عندنا 1 syllable هذه short adjective، كي يكون عندنا 3 syllables هذه long adjective. تو syllables دوك نقول لكم وقتاش تكون شورت، تو syllables تقدر تكون شورت وتقدر تكون لونغ. دوك نفهمكم كيفاش لونغ adjective.
two syllables كيفاش نفرقوا بيناتهم؟ إذا كانت الأدجكتيف تاعنا تنتهي بواي heavy crazy etc هنايا وهابي كي تكمل بواي بواول واي هنا نعتبروها short adjective. كي ما تكملش بواي تكمل normal famous modern etc نعتبروها long adjective. فهمتوني درك؟ كي تكمل بواي short adjective، كي تكمل consonant vowel هنا نعتبروها بليك هي long adjective. درك نروحوا للقاعده تاعنا تاع the comparative of superiority. الوغ كي يكون عندي short adjective one syllable ولا two syllables، يعني قلنا كي تكمل بواي تكون short. short adjective مثلا small، هنا درت لكم مثال تاع small short adjective plus er plus than smaller than. شوف مثلا عطيت لكم مثال، شوفوا small هي adjective، واش نزيدوا لها؟ زدنا لها er than. نروحوا لمثال واحد اخر باش تفهموا اكثر. martyr memorial اللي هو مقام الشهيد martyrs memorial is higher معناتها اعلى is higher than بني حماد فورت، يعني اعلى من قلعة بني حماد. martyr memorial is higher. الadjective تاعنا هي high. كي حبينا نديرو كي درنا كومباراتيف كي قارنا بيناتهم واش درنا؟ درنا الادجكتيف تاعنا اللي هي فيها وان سيلابول لانه هاي، شوفوا شحال فيها من فاول، فيها فاول واحد هاي، زدنا لها اي ار كما قلنا هنا وزدنا لها ذان هاير ذان سمولر ذان تولر ذان اتسيتيرا. نروحوا دركا شوفوا تولر ذان لونجر ذان smaller than، يعني دائما short adjective اللي يكون فيها one syllable نزيدو لها er و than نزيدو لها والو. shorter than نروحو الadjective اللي تكمل في كي تكون عندنا consonant. شوف adjective big big هذه تعتبر short adjective، وعليه؟ بس كو فيها one syllable، هذه راهي فيها one syllable. one syllable هو short adjective معناتها adjective قصيرة، صح؟ بصح هذه راح نزيدو لها جي اي ار، راح نزيدو لها جي واحدة اخرى. تقولوا لي ميس وعلاش احنا دبل وي دبل ذا جي، علاش يعني دوبلينا هذه الجي؟ وعلاش؟ لانه big شوفوه بي consonant جي consonant I vowel. كي يكون عندكم consonant vowel consonant دائما we double the g، هذاك اللي يبقى الاخر هو اللي دوبله bigger. صحيح bigger bigger than consonant vowel consonant دوبلو هذا الاخر bigger than، هذه هي القاعدة دوبلوه برك يعني هذا ماك. نروحو الادجكتيف اللي تنتهي ب ب اي كيما نايس، نزيدو وزن نزيدو غير ار. نايس هي في الاصل تكمل ب او، احنا ما نقدروش ندوبلو نديرو او هذا، لا خلو هذيك الاو تاعنا ونزيدو ار برك ذان، لانه هي في الاصل عندها او يعني ما نزيدوش اي ار. نروحو دركا للتو سيلابلز اندين ان واي اللي قلتها لكم مقبل، قلت لكم كي الادجكتيف تاعكم يكون فيها صح تو سيلابلز. احنا قلنا تو سيلابلز ادجكتيف طويله، بصح كاين عندنا حاله خاصه اللي هي الادجكتيفز اللي يكملوا ب بالواي، هذه بالفاول واي. واش نديرو؟ نروحو نجيبو هذا يرجع اي. شوف هي في هذا، تقولوا لي ميس نديرو هكا نخلوه واي، لا نقولكم خطا، راح يولي هنا اي ار، يعني هذا الواي يولي اي heavier than. نزيد لكم مثال ها انفا كري زي، واش يكمل؟ يكمل ب واي، واش يولي؟ crazier than. فهمتوني؟ نزيد نعطيكم مثال اخر تيف هابي اللي درناها من قبل، واش تولي؟ تولي ها بي، نخلوها نورمال. نروحو نجيبو هذاك
الواي تاعنا يرجع اي، يعني ما نقدرش ندير خطأ انه كون ندير هكا خطأ، يعني happier happier than than جامي تنسوها، لانه اغلب التلاميذ ينسوا than happier than. باش تكمل لكم comparative of superiority في الشورت adjective لازم نديرو than. نروحو دركا الحاجة الاخرى اللي هي long adjective، يعني adjective اللي تكون طويلة. كيفاش قلنا adjective تكون طويلة؟ كيكون فيها two syllables or more. وحنا قلنا وش معناتها syllable، يعني syllable اي كلمة فيها consonant وفيها vowel، يعني فيها حرف وفيها vowel. وهنا الادجكتيف تاعنا واش راح نديرو؟ القاعده تقول انه كيكون عندك 2 سيلابلز اور مور، يعني اكثر 2 سيلابلز ولا 3 ولا 4 ولا 5، يعني 3 4 5 6 7، ما يهمناش العدد شحال من سيلابل، المهم اكثر من 2. يعني دائما القاعده تقول انه نديرو مور لونج ادجكتيف، يعني ادجكتيف تكون طويله، وذن كيما هنا بيو تي فول هذه فيها 3 سيلابلز، على درنا مور بيوتيفول ذن. The Royal Mauritanian Museum is more ancient than Sidi Msid Braj. هنا قلنا انه هذاك يعني هذاك الاثار اللي موجوده في تيبازا هي اقدم، more ancient. علاش قولوا لي مزيان علاش درنا more؟ لانه ancient فيها two syllables، two syllables هما long adjective. خلينا من الحاله الخاصه اللي قلنا عليها تاع واي، رانا نهضروا على اللي ما فيهمش واي. الو more ancient than Sidi Msid Braj. amazing amazing gorgeous exciting ancient friendly modern. هذو كامل long adjectives. واش راح نديروا لهم القاعده واش تقول؟ قول more amazing than، more gorgeous than، more exciting than، more ancient than، more friendly than، more modern than. يعني دائما long adjective اللي يكون فيها two syllables and more، أكثر من ثنين syllables، تولي اسمها واش يسموها؟ تولي اسمها long adjective، ونولو نطبقوا عليها هذه القاعدة more long adjective than. نروحوا للثالثة واللي هي irregular. هذه سهلة، هذه تحفظ، يعني سأوبليجي تحفظ، يعني ما كمش رايحين نجيبوها من رسانكم، غير يمدولكم good ديروا better than، غير يمدولكم bad ديروا worse than. دائما كامل ما تسنى وش يعني غير تسيبوا good bad. many and much more than little few، يعني هي هذه many و much يعني أكثر، little few أقل، less than دائما than، far يعني بعيد، farther than، old يعني هنا تقدروا ديروا تخلوها كيما راهي، كيما تقدروا ديروها elder than. هنا يعني لكم الاختيار، وانا نفضل انكم ديروا الاولى باش تجيكم اسهل. هذا ما كان، هذو 5 adjectives بلكوا تنسوهم، لازم دائما يكونوا في رسانكم. نروحوا نديروا task number 1. I write the comparative form of each adjective. هنايا راح نعطي لكم، ما نحيش راح نديرهم كامل، ولكن راح نختاروا منهم some adjectives. example نختاروا adjective تاع far. far هذه رانا شفناها، farther than اللي قلنا عليها انها irregular. وشوفوا هاي far، farther than نفسها هي اللي درناها هنا. نختاروا adjective واحدة اخرى اللي هي nice. نايس علاش تكمل ب او؟ راح نزيدو والو اباغ انو نزيدو ار ذان، علاش؟ لانه كملت ب او. نروحو الى ادجكتيف واحد اخرى اللي هي جود، باتر ذان، علاش درنا باتر؟ لانها كيف كيف ايريغولا كيما هذه، يعني كون نعاودو نرجعو لاليست نصيبوها كيف كيف. ايرلي تقول واش راح نديرو early؟ اسكو نصرفوها في long يعني adjective طويلة، ولا adjective قصيرة؟ راح نقولكم انه راح نصرفوها في adjective قصيرة. ايه وعلاش؟ لانه فيها two syllables. واش تنتهي؟ تنتهي ب y. تذكروا مليح early هذه واش تولي؟ earlier than. very good. exciting
اكس ساي تن تولي مور اكسايتن ذان. وعلاش؟ لانها لونج ادجكتيف، يعني ادجكتيف طويله وفيها 3 سيلابلز 1 2 3. مور اكسايتن ذان، وجامي تنساو ذان. امبورتنت كيف كيف، مور امبورتنت ذان، يعني هي حاجه سهله غير برك لازم واحد يركز. سيليبريتد سيليبريتد فيها 4 سيلابلز، مور سيليبريتد ذان. ها شفتوا، يعني حاجه ولا اسهل. سمول سمول سمولر، هذه شورت ادجكتيف نزيدوا لها اي ار ذان. ها مش حاجه كبيره، ديروش مور ماشي كيما لونغ. سمولر هنزيدنا اي ار ذان، وهذه علاش زدنا مور امبورتنت ذان، زدنا مور لانها لونغ، هذه زدنا اي ار لانها شورت، هذه زدنا مور ادجكتيف ذان لانها لونغ. هذا ما كان هذا الفرق بيناتهم. محمد ديب I compare the following sentences using comparative of superiority. راح نستعملو، قالوا لنا استعملوا comparative of superiority، المقارنة تاع التفضيل. محمد ديب اللي هو الكاتب المعروف الجزائري is older، نديرو adjective تاعنا normal نزيدو er than لأنها short adjective. برج خليفة is high، adjective high هي يعني عالي، وهذه أديكتيف قصيرة فيها 2 syllables، مش نديرو؟ نديرو higher than. The pyramids اللي هما أهرامات are تاج محل ancient، أديكتيف ancient، ancient هي فيها شحال من syllable؟ 1 2، وهي واش قلنا more than 2 ولا من 2 اللي يبقى long أبار اللي فيهم واي من الأخر. ancient than. آخر جملة the great mosque of تلمسان، يعني المسجد الأعظم في تلمسان. كتشاوا موسك هو fantastic، يعني نقدر نقوله أجمل، more fantastic. fantastic than، more fantastic than because it's a long adjective، معناتها adjective ولا صفة طويلة. than I am good، adjective good، irregular كما قلنا لها لها الساعة good bad etc. so we say better than، better than. that's all. so this is our lesson، هذا هو كان الشرح تاعنا تاع الدرس the comparative of superiority ولا المقارنة بالتفضيل. I wish you have understand، نتمنى انكم فهمتوا الدرس. and see you in the next video. goodbye.